السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية من الأولى تتابعون فيها. عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة بالزلزال الحوز متواصلة بإقليم أزلال تحت إشراف لجنة تقنية تسهر على إعادة بناء المنازل التي تشكل خطرا على ساكنيها مع منح تصاميم مجانية للبناء ومراعاة خصوصيات المنطقة. اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تواصل الاستماع لمقترحات الأطراف المعنية. جلسة اليوم خصصت للاستماع لتصورات هيئات مدنية مهتمة بالشأن القانوني والحقوقي. المغرب يراهن على تنويع استثماراته في القطاعات الواعدة عبر تحسين مناخ الاستثمار، وفي سنة 2024 يرتقب تخصيص أزيد من 300 مليار درهم للاستثمار العمومي وأزيد من 500 مليار للقطاع الخاص. الموقع الأثري وليليا المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يختزل جزءا من الحضارة الرومانية بالمغرب، وحماية هذا التراث يمر عبر إنقاذ معالمه الهندسية وفي مقدمتها الفسيفساء القديمة. أهلا بكم من جديد. مستهل النشرة من الرباط، وانعقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز خنوش. خلال أشغاله تدارس وصدق المجلس على عدة نصوص قانونية وتنظيمية. في المتابعة محمد الواهبي وحسن سيلا. أشغال مجلس الحكومة استهلت بالتداول والمصادقة على مشروع مرسوم يحدد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسبات للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية. إثرها تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم المرتبط بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، ولا سيما تلك التي حثت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية، وذلك عبر تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج. بعدها تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة. ويندرج هذا المشروع ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة الرقي إلى مصافي البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة. وارتباطا بمشروع المرسوم الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، فقد تم إرجاؤه لاجتماع لاحق للمجلس. وبالنظر للأهمية التي توليها الحكومة لتفعيل برنامج الاقتصاد الأزرق بمساهمة مالية للبنك الدولي تصل إلى 50 و300 مليون دولار، والذي يرتكز على 3 محاور أساسية تهم تطوير الحكامة وتعزيز الصمود والتخطيط المتكامل وتدبير المشاريع، دعا رئيس الحكومة وزارة الاقتصاد والمالية لإعداد الاجتماع القادم للجنة بين الوزارية لتنمية الاقتصاد الأزرق. بعد انتهاء أشغال مجلس الحكومة تم تقديم الوضعية الهيدرولوجية الراهنة وانعكاساتها على تزويد الساكنة بالماء الشروب وكذلك ماء السقي. تم التذكير بأن معدل التساقطات المطرية تراجع بالمقارنة مع سنة عادية ب 67%، إضافة إلى أن درجة الحرارة كانت مرتفعة ولها وقع على التبخر ووضعية السدود. بالنسبة للواردات ديال اللي دخلت للسدود فات الشهور الأولى فهي لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب. السنة الماضية سجلنا 1.5 مليار متر مكعب في 3 شهور الأولى، دين تراجع ديال 2/3. وبالنسبة ل5 سنوات الماضية تراجع ديال أكثر من 50%، لأن كان متوسط 1.2 مليار
متر مكعب. الإمدادات والواردات المائية لها وقع على نسبة ملء السدود. النسبة اليوم فهي لا تتجاوز 23.5%. واللي أي عندنا واحد 3.790 مليار متر مكعب. السنة الماضية اللي كانت سنة جافة كذلك كنا في 31% ديال ملء السدود. وضعية صعبة. اتسجل المغرب تراجعا بسبع نقاط مقارنة مع السنة الماضية، وتم التشديد على الحد من التبذير في استهلاك الماء والتقليص من الضغط على هذه المادة الحيوية. وعن ملف الحوار مع نقابات القطاع التعنيم، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بأن الحكومة متشبتة بالحوار والتشاور، وهذا الحوار لازال مستمرا. نتابع تصريح السيد بيتاس. مسألة ديال التعليم هذا موضوع الذي يتم تدبيره الآن في إطار واحد اللجنة كلكم كتعرفوها، والحوار في هذه اللجنة مستمر، وفي كل مرة يتم التوصل إلى يعني مخرجات معينة يتم التوافق بشأنها يتم إخبار الرأي العام الوطني، وطبعا من خلالكم انتم رجال ونساء الصحافة لتتبع هذا الملف. فالحوار ما زال مستمرا، وإن شاء الله نطمح جميعا إلى أن نطوي، لأن التحديات هي تحديات كثيرة ومختلفة ومن مختلف المستويات. المغرب والسنغال يشكلان ركيزتين للاستقرار الإقليمي والقاري والدولي. التأكيد لرئيس مجلس النواب رشيد الطلب العالمي اليوم بدكار في كلمة خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية السنغالية، ذكر فيها بأن البلدين استطاعا صون علاقاتهما التاريخية المبنية على قاعدة صلبة. محمد رضا العبيدي وابراهيم الهريم. تاريخ مشترك، روابط ثقافية وروحية، وتعاون نموذجي قوامه احترام متبادل وشراكة استراتيجية. تلكم بعض عناوين العلاقات المغربية السنغالية. حاضرها ومستقبلها تناولته جلسة عامة للجمعية الوطنية السنغالية، وخلالها كلمة رئيس مجلس النواب الذي يقوم بزيارة عمل لدكار بدعوة من نظيره السنغالي، ضمن محاورها مؤهلات عديدة ومسار تنموي في مواجهة التحديات المشتركة. شعبانا ينتظران منا بناء جسور أكثر متانة من ذي قبل وتسريع عملنا المشترك، لذلك نحن اليوم مدعوون لتعزيز شراكة أخوية متقدمة نلعب خلالها دور الأبواب المفتوحة لإخواننا وأخواتنا بدول الساحل الإفريقي، فهذه الدول تشكل عمقنا الاستراتيجي، وتقدمنا واستقرارنا رهين بتقدمها واستقرارها. المغرب والسنغال شراكة دينامية تترجم عبر إنجازات ملموسة. رئيس الجمعية الوطنية السنغالية توقف عند الطابع النموذجي للتعاون الثنائي وتطابق وجهات النظر إقليميا ودوليا وروابط تاريخية وجغرافية وثقافية وروحية تجمع البلدين. مغاربة وسنغاليون لدينا طموح مشترك وعزم راسخ وتوافق في المبادئ والتصور للمساهمة في تقدم شعبينا بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس السنغالي ماكي سال. لبنة أخرى في صرح التعاون البرلماني بين البلدين، بروتوكول وقعه الطرفان هدفه وضع آلية لتعزيز وتقاسم التجارب التشريعية وتنظيم ندوات ودورات تكوينية وتطوير الممارسات لتنظيم وإدارة البرلمان، اتفاق يندرج في إطار تعزيز المشاورات والحوار المثمر بين برلماني البلدين الشقيقين. وبدكار دائما رئيس الجمعية الوطنية السنغالية أمادو مامي ديوب يجدد دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء. وأكد السيد ديوب في ختام مباحثته مع رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العالمي الذي يزور السنغال على رأس وفد برلماني هام، على تقارب وجهات نظر البلدين إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأشاد بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز العلاقات الثنائية، معربا عن عميق امتنانه لجلالة الملك على الاهتمام
الذي يوليه جلالته لتطوير العلاقات الثنائية، كما تبرهن على ذلك الزيارة الرسمية الثمانية التي قام بها جلالته للسنغال وخطبه التاريخي الذي ألقاه من داكار عام 2016 بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء. العلاقة بين المغرب وتنزانيا كانت دائما مبنية على التضامن وخدمة القضايا الإفريقية. التأكيد لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية التنزاني عقب مباحثاتهما اليوم بالرباط. محمد رضا العبيدي والعربي نهيري. عام 16 و2000 نقطة تحول في العلاقات المغربية التنزانية. جلالة الملك يقوم بزيارة إلى هذا البلد تتوج بالتوقيع على أكثر من 22 اتفاقية في مجالات مختلفة. اليوم لقاء وزيري خارجية البلدين يستحضر تعبئة الفاعلين في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية التي دائما ما كانت مبنية على التضامن ووحدة القارة الإفريقية وخدمة قضاياها. ركزنا على كيفية تنفيذ هذوك الاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها أثناء الزيارة الملكية، وكيفية أن نثبتوا ذاك الروح الإيجابية اللي كانت خلال زيارة جلالة الملك، وكيفاش أنه يتم تعبئة كل الفاعلين سواء في القطاعات الحكومية أو على مستوى القطاع الخاص لترجمة هذا الطموح للعلاقة الثنائية. هناك مجالات كثيرة اللي يمكن فيها نتعاونوا ونتبادلوا الخبرات في إطار رؤية جلالة الملك لعلاقات جنوب جنوب. حوار سياسي ثنائي، تنسيق في المنظمات الإقليمية والدولية، وتعاون يشمل مجالات مختلفة على رأسها الفلاحة والتكوين والبنية التحتية. المغرب وتنزانيا إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. We look at what is happening in Morocco in terms of progress and development. نتطلع إلى ما يشهده المغرب من تقدم وتطور. بلدكم مصدر إلهام لنا، والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود لعقود من الزمن، وقد أخذت بعدا جديدا بعد الزيارة الملكية لتنزانيا. هذه الزيارة فتحت آفاقا أرحب وخلقت فرصا عديدة للتعاون، يجب أن نعمل على استمراريتها وترسيخها. مجددا أعربت المملكة المغربية عن استعدادها لمواكبة الجهود التي تبذلها جمهورية تنزانيا من أجل النهوض بالقطاعات التنموية، دعم يعززه إطلاق لجنة مشتركة تعمل على إرساء دعائم تعاون متين ودائم يعود بالنفع على الشعبين والقارة الإفريقية. الوشط الآن إقليم مؤزلان، حيث تم الشروع في عمليات إعادة الإعمار وبناء المساكن المتضررة من الزلزال والتي أعلنتها السلطات المحلية غير صالحة للسكن أو تشكل خطرا محتملا على السكان. عملية تواكبها لجان تقنية من أجل منح تصميم مجانية للبناء تراعي خصوصية المنطقة. روبرتاج أحمد العلوي، عبد العلي عياد وحسناء مساوي. هذه الدواوير الواقعة بالجماعة الترابية أيتمديس بإقليم أزلال والتي تضررت بعض منازلها من زلزال الحوز استفادت ساكنتها من الدعم الخاص بإعادة البناء أو الترميم. عملية إعادة البناء هذه تكونت من أجل متابعتها لجنة تقنية في إطار الشباك الوحيد لتلقي ملفات الترخيص بإعادة البناء. جيت على ود ندفع واحد الطلب ديالي من أجل البناء وإصلاح المنزل ديالي اللي متضرر من أجل الزلزال، وكنشكر سيدنا الجلالة محمد السادس الله ينصره. لجنة مختصة تقوم بدراسة ومنح تصاميم البناء والقيام بمسح طبوغرافي مجاني للمتضررين من الزلزال ليباشروا عملية الهدم وإعادة البناء. أعطونا وري لنا فين نبناو، الديور راه كيصلحوا لنا، كيصلحونا الديور الحمد لله، عطاو لنا الدعم والبلانات فابور الحمد لله، الله يجازيهم بخير، الله ينصر سيدنا. كنشكر سيدنا على الدعم اللي عطانا، وكنشكر الوكالة الحضارية والسلطة المحلية طلعوا علينا وجاو وعطاونا الرخصة فابور البلان كل شيء وريبوا لنا وكنشكرهم. تا
توصلنا بالدعم اللي عطانا سيدنا الله ينصره. ورحنا بادين في الشغل، راه شدينا ثلاثة دفعات ديال 2500 درهم وشدينا جوج المليون. الوكالة الحضارية تاهما راه عطاونا البلان ديالنا والرخصة وقفوا معنا الله يجازيهم بخير. مواكبة تقنية أيضا تقدم للمستفيدين من هذه العملية للإشراف على احترام معايير البناء ومراعاة خصوصية ومعايير المنطقة. تكونت واحد اللجان وعطونا الناس، عطونا الطلبات تاعهم على حساب البناء وإعادة البناء والإصلاح. خرجت واحد اللجنة وحددنا لهم هذوك الأراضي فين غادي يبنيو، ريبنا لهم الديور، ومن بعد جنا للطوبوغراف وهزينا للوفي للوفي تاع دوك لي تيران، ومن بعد جينا ودرنا لهم لامبلونطاسيون البلايص اللي غادي يبنيو فيها. احنا قمنا كوكاله حضاريه بتعليمات من السيد وزير الصحه والتربيه والتعمير والاسكان، بدي ندير واحد لاشارت اركيتكتورال ديال الهوت اطلس باش نبقاو ما نخرجوش من سميه الدوار ونحافظوا على المميزات ديالو والخصوصيات ديال كل دوار. من بعد درنا تصاميم لي بلون تيب، تصاميم نموذجيه للبناء. تعبئة كبيرة إذن لمختلف الموارد البشرية واللوجستيكية على مستوى إقليم أزلال لتسريع عملية إعادة الإعمار وتبسيط مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من أزلال السيد الحسن الناجي، رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم أزلال. سيد الناجي، بداية شنا هي الإجراءات الإدارية المتبعة في تسليم تراخيص البناء وكيفاش كتواكبوا المواطنين في هذه العملية؟ أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. فبعد انتهاء العملية الأولى المتعلقة بإحصاء المتضررين بالإقليم من جراء زلزال الحوز، والمرحلة الثانية الخاصة بتلقي ملتمسات المتضررين الذين لم يتوصلوا بالمساعدات الاستعجالية خلال المرحلة الأولى، وبعد بدء صرف الدفعات الأولى من المساعدات الخاصة بإعادة البناء، تم إحداث شبابيك، عدة شبابيك بمقر القيادات من أجل تبسيط المسطرة الإدارية الخاصة باستصدار تراخيص البناء. وتتكون هذه اللجان من السلطة المحلية، رئيس المجلس الجماعي المعني، ممثل قسم التعمير بالعمالة، ممثل الوكالة الحضارية عهد إليها تلقي طلبات رخص إعادة البناء وإحالتها على شركة العمران التي تشرف على إعداد جميع الدراسات الجيوتقنية والمسح الطوبوغرافي والتصاميم، وذلك بتشاور تام مع المواطنين مع احترام خصوصيات المعمارية والثقافية للمنطقة. وتقوم هذه اللجان بدراسة هذه الملفات وتسلم رخص البناء إلى المعنيين بالأمر خلال 24 ساعة. سي ناجي، حبذا لو تقربنا من سير عملية إعادة الإعمار والتأهيل العام على مستوى إقليم أزلال. لضمان النجاعة والفعالية لعملية إعادة الإعمار بالإقليم، تم إحداث لجنة إقليمية للتنسيق والتتبع تحت الإشراف الفعلي لهذه السلطة الإقليمية. وقد انطلقت عملية إعادة البناء في ظروف جيدة بالنفوذ الترابي للإقليم تحت إشراف السلطات الإقليمية والمحلية، الشيء الذي لقي استحسانا لدى الساكنة المعنية، بحيث شرعت عدة أسر لإعادة بناء منازلها، وذلك بعد حصولها على التراخيص اللازمة، وأيضا بعد قيام مصالح المديرية الإقليمية للتجهيز وأعوان الإنعاش الوطني بهدم وإزالة الركام للمباني المنهارة كليا أو جزئيا. وللإشارة، فإن السلطات المحلية ولجان الشبابيك لا تدخر أي جهد لإنجاح هذه العملية، وذلك بالحضور الميداني بصفة منتظمة ودائمة. سيد الحسن الناجي، رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم أزلال، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من أزلال. ونواصل النشر بالمجال الحقوقي.
بالرباط تم توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذه الاتفاقية تروم تعزيز تتبع أعمال التوصيات الأممية من خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. عبير ملوكي ووسيم أمسعد. هي اتفاقية شراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهم دعم المغرب في تنفيذ التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان. هذا تتويج لمسار طويل للشراكة مع هذا البرنامج ابتدأ منذ 2014 ونحن في مرحلة الثالثة من الشراكة. شراكتنا اليوم تتمحور حول 4 محاور أساسية. المحور الأول يتعلق ب تعزيز التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. المحور الثاني هو مواكبة المملكة المغربية في إعداد برنامج وطني لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الأممية. هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مسار تتبع أعمال التوصيات الأممية من خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان وتطوير منظومة تتبع لهذه التوصيات. موضوع حقوق الإنسان مهم جدا، وأهنئ المغرب على مجهوداته المبذولة في هذا المجال، واتفاقية اليوم تروم دعم المغرب في تنفيذ برامجه في مجال حقوق الإنسان. الشراكة تأتي تنفيذا لالتزام المملكة المغربية بإعداد برنامج عمل لتتبع أعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان بمشاركة مختلف الأطراف المعنية. وفي المجال القضائي بالرباط تم تنظيم حفل اختتام برنامج التوأم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية. قدمت خلاله حصيلة هذا البرنامج الذي عزز من آليات التعاون القضائي بين المؤسستين. المزيد مع خديجة زروال وعبد الفتاح السوي. برنامج التوأمة الذي جمع بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية لأكثر من سنتين يختتم اليوم بتقييم حصيلة هذا البرنامج الذي أرسى أسس شراكة مؤسساتية ستعزز من علاقات التعاون القضائي بين المؤسستين. برنامج التوأمة تناول محاور تتعلق بمسألة التوافق مع المعايير الأوروبية والتعزيز المؤسسات من خلال دعم القدرات المؤسساتية والإدارية وتعزيز القدرات عن طريق برامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة، ثم التحسيس والتواصل من خلال تعزيز آلية التواصل الداخلي والخارجي. هذا البرنامج هو تكريس أيضا للوضع المتقدم الذي يتميز به المغرب إزاء الاتحاد الأوروبي، كما شكل فرصة للتعرف على يعني نقاط القصور الممكنة في عمل النيابة العامة والاسترشاد كذلك بالممارسات الفضلة الأوروبية بشكل عام والإسبانية بشكل خاص. التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية وشن آخر لعلاقات التعاون بين المملكتين التي تواجههما تحديات مشتركة في مجالات مرتبطة بالعدالة ومكافحة الجريمة. بالنسبة لي فالحصيلة المهمة لهذا البرنامج تتجلى في تعزيز الثقة والصداقة بين الطرفين، والأهم هو أن نستمر في العمل معا في المستقبل. ومن خلال هذه التوأمة تمكننا من المساهمة في الجهود المبذولة لدعم استقلالية القضاء. التعاون بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية ساهم في تعزيز آلية التعاون القضائي بين المؤسستين، حيث ساهمت الزيارات المتبادلة في إطار هذه التوأمة من الإطلاع على قوانين كلا البلدين. في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين المعنيين، استمعت الهيئة اليوم لتصورات هيئات مدنية مهتمة بالشأن القانوني والحقوقي. متابعة هذه التصريحات. هذا القانون الأهمية ديالو أهمية خاصة. علاش؟ لأن هذا قانون تيحكم حياة الإنسان قبل الولادة وبعد الولادة وبعد الوفاة ديالو. بمعنى هذا القانون تيخصو يحمي الأسرة، تيخصو يخلق توازن داخلها
بما هو محقق للإنصاف ديال الطرفين، لا الزوج ولا الزوجة، لا الأب ولا الأم. هذا القانون من شأنه أنه يخلق توازن داخل الأسرة، وحنا كنعتبروا بأن الذي يشكل النجاح ديال المجتمع هو نجاح ديال هذه الأسرة. أي تعديل بنظرنا كهيئة كتابة الضبط، أي تعديل يخص مدونة الأسرة يجب أن يراعي هذا الجانب المصدري. كما تعلمون فإن القاعدة القانونية هي فيها مجموعة من المكونات، مكون فقهي يرتبط بمحتوى القاعدة القانونية، وهناك مكون أساسي مرتبط بالجانب المصدري. ما لم تحسم هذه القاعدة القانونية على هذه المستويات تبقى هذه القاعدة القانونية بدون مفعول، وهذا ما أشار إليه جلالة الملك في خطابه لسنة 2004 حينما اعتبر بأن الإشكال المرتبط بمدونة الأسرة هو إشكال مصدري أكثر منه مقتضيات قانونية مرتبطة بالحقوق والحريات. هناك مشكلة حقيقية تتعلق بتضخم ظاهرة ديال الطلاق ديال الشقق، وأيضا بعدم وجود أجوبة تتعلق ببعض الأضرار التي تصيب أو تمس بعض مكونات الأسرة، ولهذا اتجهت المذكرة أساسا إلى تعزيز الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها، واتجهت أيضا إلى إعادة النظر في ترتيب منظومة ديال الطلاق. الولاية على الأطفال في مدونة الأسرة حق مخول حصريا للزوج أثناء الزواج وفي حالة الطلاق أيضا، وهذا ما يحرم الأم من القيام بأي إجراء إداري يهم الأبناء مما يحرمهم من حقوق متعددة. هذا الاختلال يقوض سلطة الأم الحاضنة ويؤثر على مصلحة الطفل. من مكناس نتابع روبورتاج عبد السلام خلوي وإبراهيم الغوتي. هي واحدة من جلسات النطق بالأحكام والبث في ملفات قضايا متعلقة بالأسرة. هيئة القضاء بمحكمة الأسرة بمكناس كغيرها من محاكم المملكة مثقلة بقضايا الطلاق وتبعاته، النفقة والحضانة والولاية على الأبناء وغيرها، أمور قاسية مشحونة بالتشتت الأسري وأحقاده وبمصير الأبناء ومستقبلهم. توصلت بالطلاق بمعنى طلق، ولكن من جيت انا ندير القوانين ديالي ونجيب ولادي بالحكم اللي تحكم بان الحضانه ليا عطاني هرب. فاش جيت للمدرسه كنسول على بناتي كيقولوا لي بان راه دار لهم الثقه اللي داهم، فين غنعرف العنوان، فين غنعرفوا فين داهم، فين غنعرف فين كاين، انا ما عرفتش ولادي دابا كيفاش عايشين، انا بغيت المساعده. ثلاث سنين وانا محرومه. لقيت معاناه في المدرسه الوليدات انهم باش ندير لهم انتقال ما بغات حتى شي واحد يدير لهم انتقال. الوليد ضاع له العام، البنت جلسات شدها لي هو حتى العام الاخر عاد قريت الدري، يعني ما لقيتش كيف ندير نقريهم. المره فاش كتطلق ديك الدراري هما اللي كيضيعوا، الضحايا هما الدراري. من الإشكاليات العويصة بعد الطلاق أمر الولاية على الأبناء، أمر يعطى للزوج في إطار المدونة التي تعرف حاليا نقاش المراجعة الشاملة، ويعكس هذا تمييزا بين المرأة والرجل في رعاية الأبناء وتدبير أمورهم وتحقيق مصلحتهم، مما يكون سببا في تشتيتهم وحاجزا تنكسر فيه أحلامهم وتطلعاتهم. حيف هذا كان وراء مطالبة فعالية حقوقية ونسائية لمراجعة مدونة الأسرة وتصحيح هذه الاختلالات. بين كما قلت المشاكل اللي ظهرت لينا هي الولاية، هي الحضانة، هي المشاكل ديال النفقة. بغينا يعني حلول اللي تكون حلول جذرية واللي تراعي مصالح، خصوصا الأطفال اللي كما قلت أنهم كيدفعوا ضريبة ديال الخلاف، أو ماشي الخلاف، نقول الصراع ما بين الزوجين.
الاب شنو كيدير فاش كي مثلا كيكون هاد النزاع؟ دائما كيلعب ورقه الاطفال ورقه الابناء. الام كتبقى ما بين انها راه باغا الوليدات ديالهم يستمروا في التعليم، باغاهم يكملوا، ولكن كتجي كتلقى راسها بان ما عندهاش الحق هي اللي تخرج شهاده المغادره. يعني خاص ضروري الولي اللي هو طبعا الاب، وخاصه كما قلنا ان المشرع كيعطيها الولايه في الدرجه الثانيه، وهذا يعني كنشوفوا بانه مجحف في حق الزوجه. كنظن بأنه آن الأوان بأننا نهضروا على تغيير جذري وشامل مدونة الأسرة لضمن المساواة الفعلية ما بين النساء والرجال في تدبير الأسرة. فالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى رئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة رؤية مولوية سديدة، إنما الهدف منها تحسين الأسرة المغربية وضمان تماسكها وتوازنها، دعوة لاستشراف المستقبل من زاوية الاستقرار الاجتماعي الذي تشكل فيه الأسرة حجر الزاوية. وللمزيد حول الإشكالات التي تطرحها مسألة الولاية على الأطفال في حالة الطلاق، يحدثنا الأستاذ عبد المنعم أبقال، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط. النيابة الشرعية تطرق لها المشرع في مدونة الأسرة في الكتاب الرابع القسم الثاني الفصول من 229 إلى 276، حيث حدد لنا الأشخاص الذين يحق لهم هذه النيابة الشرعية وكذلك مسؤوليتهم وكذلك الهيئات التي لها الرقابة على هؤلاء الأشخاص. بالنسبة للأشخاص الذين حددت لنا مدونة الأسرة في المادة 230 حق أن يتولوا النيابة الشرعية، نجد أولا الوالي وهو الأب أو الأم أو القاضي، ثم لدينا الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم، ثم ثالثا المقدم وهو الذي يعينه القاضي. فبالنسبة لمسؤولية هؤلاء الأشخاص حددتها لنا المادة 235 بأنها تنقسم إلى شقين: ولاية على النفس وتتعلق بكل ما هو مرتبط بالتوجيه الديني والتكوين والحرص على السلامة الجسدية والحرص على متابعته للتعليم والتطبيب وإعداده للحياة المستقلة، وكذلك الولاية المالية وتتعلق بتدبير كل الشؤون المالية لهذا القاصر. تطرقت مدونة الأسرة للنيابة الشرعية والأحقية فيها في المادة 231، حيث أعطت الأحقية للأب الوالي الشرعي، ويمكن أن تنتقل للأم وذلك بشروط أهمها أن تكون هذه الأم راشدة وكذلك عدم وجود الأب، وهذا عدم الوجود قد يكون إما بالوفاة أو الغيبة أو فقده الأهلية أو كذلك إسقاط أهليته عن أبنائه القصيرين، وهذه قد تكون كتدبير وقائي عند ارتكابه جريمة تمس بهؤلاء الأبناء القصيرين من حيث سلامتهم الجسدية أو جريمة تمس بأخلاقهم. وهنالك الولاية الاستثنائية، وهي كذلك أعطت المدونة للمرأة في حالة كانت هنالك من الأمور المستعجلة الخاصة بهؤلاء الأبناء القاصرين وكان هنالك مانع يمنع هذا الأب من القيام بهذا الإجراء، فهي استثنائية. لا ألاحظ بأنه هنالك تناقض خاصة في الوقت الحديث حيث أن هنالك استقلالية للمرأة، بل
نجد بأن ما يمكن أن يقوم بضبط هذه العلاقة هو أن ليس هنالك نص في مدونة الأسرة يحدد مسؤولية الولي الشرعي. وهنا نلاحظ في الواقع العملي أن هنالك مجموعة من الآباء سواء في حالة الطلاق أو كذلك بالنسبة للأب الذي يهمل بيت الزوجية نجدهم يتصرفون تصرفات قد تضر بهذا الابن القاصر. فهنا نلاحظ بأن مدونة الأسرة نصت على مجموعة من النصوص التي تحمل المسؤولية للوصي والمقدم على كل إجراء يقومون به، لكن ليس هنالك رقابة قضائية لا سابقة ولا لاحقة على الولي الشرعي أبا كان أو أما. وهذا قصور يجب أن تقوم مدونة الأسرة في هذا التعديل بالانتباه إليه وتحديد مجموعة من الشروط أو التصرفات التي إن ارتكبها الولي الشرعي أن تسقط هذه الولاية الشرعية. يعني بالدار البيضاء نظمت منظمة النساء الاتحاديات ومنتدى المناصفة والمساواة ندوة حول إصلاح شامل وجذري لمدونات الأسرة. ليلى عسلي وأحمد حمري. التأكيد على المواقف المشتركة المتعلقة بالتعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة هو هدف هذه الندوة لمنظمة النساء الاتحاديات ومنتدى المناصفة والمساواة، لقاء ينفتح على عدة فعاليات ومتدخلين لتقييم تطبيق مدونة الأسرة بعد مرور 20 سنة على تطبيقها والوقوف عند مكامن الخلل. نعتبر على أنه ورش إعادة مراجعة مدونة الأسرة هو ورش مجتمعي كبير يحتاج إلى المزيد من التعبئة وإلى المزيد من الشرح من أجل تدليل كل الإشاعات المرتبطة بهذا الورش الملكي الكبير، لأنه مدونة الأسرة بالنسبة لنا تحتاج إلى مراجعة شاملة وإلى أن تقترب الأسر المغربية من هذه المراجعة مما يترجم الواقع الأسري المغربي اليوم. حلقة نقاش تأتي تفاعلا مع المذكرتين الخاصتين بإصلاح مدونة الأسرة اللتين تقدم بهما كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم الاشتراكية، وأيضا تفاعلا مع الفعاليات المحلية والحقوقية والحركة جزء فعالية الحركة النسائية على مستوى الدار البيضاء لتقديم أهم معالم الإصلاح، باعتبار بأن المذكرتين اللي قدمهم الحزبين جد متقاربتين على مستوى المضمون وعلى مستوى الفلسفة وعلى مستوى أيضا الشكل، وغتكون فيها تفاعل على أهم الاختلالات الأساسية اللي عرفتها تطبيق مدونة الأسرة نصا وتطبيقا، وأيضا الإجابات اللي قدمهم الحزبين لمعالجة هذه الاختلالات الأساسية ديال مدونة الأسرة. تصورات ومقترحات تطرقت إلى تفاصيلهما كل من منظمة النساء الاتحاديات ومنتدى المناصفة والمساواة في هذه الندوة بالدار البيضاء والتي تحمل شعار من أجل إصلاح شامل وجذري لمدونة الأسرة، ويندرج تنظيمها في إطار المساهمة في النقاش العمومي حول تعديلات المزمع إدخالها على مدونة الأسرة. نفتح صفحة الأنباء الدولية من الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى هدنة للحرب في غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع. خالد أحمدي. 20,000 شهيد فلسطيني سقطوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، 8,000 منهم من الأطفال و6,200 من النساء. الجيش الإسرائيلي وصل اليوم استهداف القطاع وركز قصفه على خان يونس ومعبر كرم أبو سالم الذي استشهد مديره. من جهته يحذر الهلال الأحمر الفلسطيني من أن الأشخاص الذين يحتمون بأحد المراكز التابعة له في جباليا شمال القطاع معرضون للخطر جراء إطلاق النار المتواصل من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يطوق المبنى. الحكومة الإسرائيلية تواصل حربها ضاربة بعرض الحائط كافة النداءات الدولية لوقف إطلاق النار. اليوم تتواصل المفاوضات في مجلس الأمن الدولي الذي يؤجل منذ بداية الأسبوع التصويت على مشروع قرار يروم وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع. الوكالات الأممية تفيد بأن نصف السكان يعانون من الجوع الحاد، ناهيك عن الدمار وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة. نفس المصدر يضيف أن 85% من السكان أجبروا على إخلاء منازلهم.
وسط هذه الأوضاع تجرى اتصالات ومشاورات لانتزاع هدنة مقابل إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية. حركة حماس تعلن أن استمرار الحرب لا يسمح بالإفراج عن الرهائن. في جديد الأزمة الروسية الأوكرانية، أسفرت عملية قصف روسية عن مقتل سيدتين وجرح رجل في مدينة نيكوبول الواقعة بجنوب أوكرانيا، التي تعرضت مناطق عدة فيها لهجمات جوية جديدة وفق ما أفادت السلطات المحلية. وبالصين ارتفع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 135 قتيلا على الأقل ونحو 1000 جريح، فيما تخوض السلطات الصينية سباقا مع الزمن لإيصال المساعدات في علاج المصابين في المستشفيات وإيواء الناجين بعد 3 أيام من الكارثة. ونعود بكم الأخبار. الوطن شهدت بلادنا تساقطات مطرية نتعرف على مقاييسها خلال 24 ساعة الماضية حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. بطنجة سجلت 22 ملمتر، الدار البيضاء والجديدة 7 ملمترات، بالعرائش والنواصر 6 ملمترات، بالمحمدية 4 ملمترات، بالقنيطرة 3 ملمترات، بتطمليل ملمترين، تطوان وبن سليمان وشاون سجلت فيها ملمتر واحد، بالرباط سطات وجدة سلا المطار وسيدي سليمان أقل من ملمتر واحد. ونصل بكم اللحظة مشاهدينا إلى الفقرة الاقتصادية رفقة ياسر العمراني. ياسر مساء الخير. مساء الخير نبيلة. البداية ستكون بالاستثمار العمومي ببلادنا. بالفعل نبيلة، البداية كما ذكرت بقطاع الاستثمار والجهود الحكومية للنهوض بهذا القطاع، حيث يتوقع أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام 335 مليار درهم برسم سنة 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 11% بالمقارنة مع سنة 2023. تفاصيل أكثر رفقة عبد الحميد جبران. تحسين مناخ الاستثمار من بين الأولويات الحكومية، حيث تم تخصيص 335 مليار درهم للاستثمار العمومي برسم سنة 2024 بزيادة 11% بالمقارنة مع السنة الحالية. وبموازاة مع ذلك، ترتكز استراتيجية الاستثمار على تعزيز دور المراكز الجهوية من أجل التنزيل الأفضل لأهداف الميثاق الجديد للاستثمار، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026. وتعمل الحكومة أيضا على دعم المشاريع الاستثمارية من خلال منحة ترابية تشمل 80% من عمالات وأقاليم المملكة، ووضع حكامة موحدة ولا مركزية للاستثمار. وكانت اللجنة الوطنية للاستثمار قد صادقت خلال الاجتماعين الأخيرين على مشاريع استثمارية بأكثر من 100 مليار درهم لإحداث حوالي 43 ألف منصب شغل تتوزع على 9 جهات. خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال تتضمن أيضاً 46 مبادرة ذات أولوية في إطار 10 أوراش أساسية، من بينها اعتماد ترسانة قانونية كالقانون المتعلق بالمناطق الصناعية والقانون المتعلق بأجال الآداء ومجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية والتحكيم والوساطة الاتفاقية والصفقات العمومية وغيرها. التدابير الحكومية تتمثل أيضا في المصادقة على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار وخفض 45% من الوثائق المطلوبة في هذا المجال. ولمناقشة مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2024 وأهمية هذه المخصصات في تشجيع الدينامية الاقتصادية ببلادنا، ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيد رضوان زهرو، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي. السيد رضوان أهلا بك. إذن السيد رضوان، الاستثمار العمومي برسم ميزانية 2024
في أي مستوى ترونه؟ إذن سنعود بعد لحظات قليلة لهذا الاتصال المباشر. أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمملكة بلغ 78,313 مقاولة عندما تم أكتوبر 2023. وأوضح المكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين برقم 53,727 مقاولة والأشخاص الذاتيين برقم 24,586 مقاولة. انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الاقتصادي للغرف التجارية والصناعية العربية والإفريقية. الملتقى تشارك فيه أعداد مهمة من هذه الغرف إلى جانب فاعلين اقتصاديين. لعلي حميميد وإبراهيم جولي. هي النسخة الأولى من المؤتمر الاقتصادي للغرف العربية الإفريقية المنظم بالداخل تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. حدث اقتصادي هام يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار بين العالم العربي والإفريقي، ويشارك في أشغاله حوالي 22 دولة يمثلون غرف عربية وإفريقية سيساهمون في تسليط الضوء على الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المجدية لها هذا التعاون. هذا المؤتمر سوف يتم من خلاله مناقشة مجموعة من الإمكانيات، مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها الربط بين العرب والأفارقة، الربط بين إفريقيا وأمريكا. كما تعرفون أن بعد خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عيد المسيرة الخضراء الذي أكد على الواجهة الأطلسية في إطار شراكات في إطار التعاون بين القارتين إفريقيا والأمريكية، وهذا لم يأتي صدفة، جاء بعد جهد جهيد وبعد عمل تم القيام به واستثمارات كبيرة في البنية التحتية، وجسدت رؤية جلالة الملك فيما يتعلق بالأقاليم الجنوبية وخصوصا جهة الداخل وادي الذهب. النهاردة تجتمع الغرف العربية والإفريقية من أجل مستقبل أفضل لشباب هذه القارة ولصالح دائما التنمية والنمو بشراكات مستدامة. كما شكل هذا الملتقى فرصة لأصحاب الأعمال من إفريقيا والوطن العربي للالتقاء والاستكشاف فرص جديدة وتبادل الخبرات والآراء وبناء شراكات مستدامة. احنا النهاردة موجودين هنا في الدخلة عشان نقول رسالة واضحة جدا، نقول ان في فرص كبيرة جدا للاستثمار والعمل ما بين الدول العربية وما بين الدول الأفريقية، ما بين القطاع الخاص العربي والقطاع الخاص الأفريقي. منطقة الداخلة ستكون بوابة وواجهة لجنوب جنوب للدول جنوب جنوب الصحراء، وكذلك واجهة للدول التي لا تملك ساحلا، من حيث أنه هناك عدة مشاريع اللي هي مهمة وشهدت هذه المنطقة من كالميناء الأطلسي وكالطاقات الريحية المتجددة. لنا الشرف لتتم دعوتنا هنا إلى هذا اللقاء الكبير بين غرفة التجارة الإفريقية والعربية، لقاء برؤية شاملة وفرص كبيرة لتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدان العربية والإفريقية. أتينا لعرض أفكارنا وبحث فرص تبادل الخبرات والتجارب وبحث نماذج للتنمية في بلداننا، حيث يمكننا أيضا التعاون وتيسير تنمية البلدان الإفريقية، كما يمكننا أن نسهل اندماجا تجاريا وصناعيا وكذلك على مستوى الاستثمار. ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور مؤسسات التمويل في تشجيع التجارة والاستثمار العربي الإفريقي مواضيع إلى جانب أخرى ستثار للنقاش خلال فعاليات هذا المؤتمر الذي ستتواصل أشغاله على مدى يومين متتاليين. ونعود الآن لمناقشة الموضوع المتعلق بمخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2024 وأهمية هذه المخصصات في تشجيع الدينامية
الاقتصادية ببلادنا، وذلك مع الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي السيد رضوان زهرو. إذن السيد رضوان زهرو، أهلا بك. الاستثمار العمومي برسم ميزانية 2024، في أي مستوى ترون هذا الاستثمار؟ نعم، هو رقم مهم، مجهود استثماري كبير للدولة وللقطاع العام طبعا عبر المقاولات العمومية والمؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، الصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثم كذلك صندوق محمد السادس للاستثمار. طبعا في الكثير من الأحيان عبر الشراكة الناجحة اليوم في بلادنا، قطاع عام قطاع خاص، وأيضا عبر برامج العقود بين الدولة والجماعات الترابية، كل ذلك لا شك أنه سيعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المجتمع. اليوم نعلم جميعا أن الاستثمار العمومي هو ركيزة أساسية للنمو والتنمية، يخلق فرص شغل حقيقية ومستدامة، أيضا هو يواكب استراتيجيات القطاعية، وأيضا يوفر عدد من البنيات السوسيو-اقتصادية والرياضية كذلك، طبعا مواصلة لإنجاز عدد من الأوراش والمشاريع الكبرى المفتوحة اليوم في بلادنا، ونحن على في أفق استحقاقات رياضية هامة في 2025 و2030، كأس العالم بمعية كل من إسبانيا والبرتغال، ثم أيضا تكريسا لمعاليم الدولة الاجتماعية خاصة في شقها المتعلق بالبنيات، طبعا تأهيل المنظومة الصحية والتعليمية، ثم كذلك تفعيلا للبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي بعد 5 سنوات متتالية من الجفاف. إذن السيد زهرو، أين تتجلى قيمة الاستثمار العمومي في النسيج الاقتصادي المغربي؟ طبعا اليوم الاستثمارات العمومية في بلادنا هي كما قلت تشكل رافعة أساسية من الرافعات التي يمكن أن تساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وأيضا الإنعاش الاقتصاد الوطني بشكل عام. اليوم رغم السياق العالمي المضطرب، رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الصعبة، هناك عناية كبيرة بالاستثمار بشكل عام والاستثمار العمومي كذلك، خاصة في قطاعات ذات أولوية. طبعا هذا لم يكن ليتحقق من دون عدد من القوانين والتشريعات، من دون برامج واستراتيجيات، لكن قبل كل ذلك بفضل الرؤية والإرادة الملكية طبعا التي دائما تنادي بالنهوض بالاستثمار بشكل عام، وإزالة كل العراقيل التي تحول دون قيامه بأدواره كاملة. نعلم اليوم على أنه، ونتذكر جميعا أيام الجائحة حينما دعا جلالة الملك إلى إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، هذا الصندوق الذي أراده جلالة الملك بمثابة واحد تعاقد وطني جديد للاستثمار، يترجم مختلف الالتزامات لكل الأطراف، لكل متدخلي الحكومة والقطاع الخاص، ثم كذلك القطاع البنكي. هذا الصندوق الذي طبعا كرسم كهدف له أساسي، وهو تعبئة 550 مليار درهم كاستثمارات، وأيضا خلق حوالي 500,000 منصب شغل. طبعا هو هدف طموح واقعي وقابل للتحقق، بل يتحقق بالفعل على أرض الواقع بفضل كما قلت القوانين والتشريعات، بفضل البنيات والمؤسسات والمزايا كذلك التي يتوفر عليها المغرب اليوم. نعم السيد زهرو، للاستثمار يراد له أن يكون ميثاقا. إذن كيف يمكن للاستثمار العمومي أن يكون رافعا للاستثمار الخاص السيد رضوان؟
نعم كما قلت القطاع العمومي هو أو الاستثمار العمومي هو يوفر أولا البنيات الأساسية السوسيو اقتصادية للدولة والمؤسسات العمومية تدخل في شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص. ثم أيضا اليوم عندنا أو الاستثمار العمومي خاصة في البنيات الأساسية هو يساهم في توفير مناخ الأعمال، هذا المناخ الأعمال الذي هو اليوم في تحسن مستمر سنة بعد سنة، طبعا بفضل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والتشريعي. والمؤسسات اليوم كما قلت عندنا ميثاق جديد للاستثمار، هذا الميثاق الذي يراد له أن يكون ميثاقا تحفيزيا وتنافسيا يقلص الفوارق المجالية، لأن الاستثمار العمومي من أهدافه هو المساهمة في تقليص الفوارق المجالية الترابية وأيضا الاجتماعية والقطاعية. وأعتقد على أنه اليوم إضافة إلى الميثاق الجديد للاستثمار أيضا عندنا مراكز جهوية للاستثمار تسعى جاهدة هذه المراكز للرفع من فاعليتها ومردوديتها. نعم السيد وتعمل أيضا رضوان على تحسين تدخلاتها وجودة خدماتها. نعم السيد رضوان زهرو الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي نشكرك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. وبالدار البيضاء تعزز المركز التقني للنسيج والألبسة بمحطة تقنية لمعالجة المياه، وذلك في إطار الانخراط الجاد في استدامة القطاع عبر التدبير المعقلن للمياه. حسن زكي وعاشور بن مسعود. سعيا لضمان استدامة منظومة صناعة النسيج عبر الحرص على المحافظة على الموارد المائية، تم تعزيز المركز التقني للنسيج والألبسة بمحطة تقنية لمعالجة المياه المستعملة لإعادة استعمالها مرة أخرى في إطار التدبير العقلاني للمياه. طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل الدخول في عهد صناعي جديد، تم تدشين مختبر جديد داخل المركز التقني للنسيج والألبسة. هذا المركز هو مختبر تدبير المياه وإعادة تدوير المياه وعلاج المياه من أجل تقوية استدامة منظومة النسيج صناعة النسيج الوطنية. مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعها مع عدة فعاليات صناعية هدفها مواكبة المقاولات الصناعية في قطاع صناعة النسيج والألبسة من أجل انخراطها الجهد في الاستراتيجية الجديدة للحفاظ على الماء من خلال مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة. توقيع هذه الاتفاقيات مع المقاولات الصناعية المختصة في صناعة النسيج والألبسة يندرج في إطار مواكبة هذه المقاولات نحو تطوير أساليب عملها لتشمل المعايير المعمول بها في مجال استعمال المعقلن للمياه. وقعنا مع السيد وزير الصناعة والتجارة اليوم اتفاقية اللي غتمكننا باش إعادة تدوير الماء واستغلاله مرة ثانية في صناعة النسيج. عهد صناعي جديد يدعو المراكز التقنية الصناعية إلى اعتماد الابتكار والبحث العلمي وتطوير خدمات ذات قيمة مضافة عالية الجودة من أجل تطوير صناعي يعزز التنافسية والسيادة الصناعية للمملكة. استقبلت مطارات المملكة خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2023 ما مجموعه 24,737,734 مسافرا، أي بتسجيل ارتفاع قدره 7% بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 و 34% من سنة 2022. هذا النمو يهم أغلبية المطارات التي سجلت نسب نمو عالية لحركة النقل الجوي للمسافرين بالمقارنة مع سنة 2019. نتابع الآن نسب بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار
العملات. هذه نسبة تنتهي اقتصادية هذا الأسبوع نبيلة. شكرا لك ياسر على هذه الإطلالة على عالم المالي والأعمال. نلقاك الأسبوع المقبل بإذن الله. شكرا لك. ونشرتنا متواصلة من الدار البيضاء. حديقة الحيوانات عين سبع لطالما شكلت تراثا للمدينة منذ 8 عقود. تتكثر الأسئلة حول موعد إعادة افتتاح أبوابها من جديد. الأشغال التقنية واللوجستيكية انتهت ولم يتبقى سوى موعد استقدام الحيوانات. المجلس الجماعي للمدينة يضرب موعدا لفتح حديقة الحيوانات قبيل منتصف السنة القادمة. روبورتاج زين أيتامين، سعد الإدريسي، سفيان إبراهيمي وحياة فخري. لا زئيرة ولا عواء ولا فحيح، كأن حديقة الحيوانات عنسبة على رأسها الطير وإن غادرتها كل الطيور. هل الحيوانات في بيات شتوي أم برحت أقفاصها إلى وجهة أخرى؟ حديقة الحيوانات موصودة إلى أجل آخر. السماء غتحل غتحل، كنفرحوا الأطفال ديالنا وفي الأخر كنلقاوها ما تحلتش. الأشغال اكتملت لكن الحيوانات لم تستقدم بعد. يتساءل سكان البيضاء عن سبب هذا التأخير. صلحوها ماشي ما صلحوهاش، ولكن ما عرفش علاش بقى مسدودة. ما أحوج الساكنة لفضاء يرفه عن النفس وحيوانات تكشف شغبها أمام أنظار ودهشة الزوار. ونشوف الحيوانات كيعزبوني الحيوان ويتحل الحديقة. حديقة الحيوانات عين سبع أو مأثورة مدينة بحجم البيضاء عمرت 80 سنة ونسج معها البيضاويون ذكريات وحكايات وزمن ترفيه. دخلنا مني كانت ندخلوا بعصدري دخلنا بعصدري مبكرية أنا بنتنا. المجلس الجماعي لا يبخل كعادته في أمر الإخبار والرد على تساؤلات المواطنين. غادي تفتتح المقارب، كنتمنوا في الوسط ديال 2024، هي مارس ولا افريل، خصها تحل حديقة الحيوان. الشركه اللي غادي تربح هذاك طلب العروض باش تدبر المرفق ديال حديقة الحيوان هي اللي غادي تجيب الحيوانات، غادي تستوردهم من الخارج. تترقب ساكنة المدينة مقدم الحيوانات، والمجلس الجماعي يعد بحديقة شاسعة تمتد على 13 هكتارا ب45 صنفا من الحيوانات. هل ستسترجع حديقة الحيوانات عين سبع ألقها قريبا؟ أكيد يقول المجلس، بل وفضاء مفتوحا يتجاوز حديقة تقليدية. إلى وليلي واختتام مشروع الحفاظ على الفسيفساء التاريخية في موقع وليلي الذي يعد ثمرة تعاون أمريكي مغربي. هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على الفسيفساء التاريخية لموقع وليلي وجاذبيته الثقافية ورونقه البهي على مدى قرون. إيمان سلاوي، عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. اختتام مشروع التأهيل والحفاظ على الفسيفساء التاريخية لموقع وليلي المصنف ضمن التراث العالمي للإنسانية منذ سنة 1997. المشروع الذي انطلق سنة 2022 يهدف الحفاظ على هذا التراث العريق من خلال ترميم وصيانة عشرات الألواح الفسيفسائية الواردة من موقع مدينة باناسا الرومانية القديمة، كما تم تدريب الحرفيين المحليين على ترميم الفسيفساء والحفاظ عليها من أجل بناء سبل عيش مستدامة في المنطقة.
هذا المشروع كانت يعني مراحله متعددة وأهدافه كذلك متعددة، أولاها تتجلى في ترميم قطاع الفوسيفيساء لموقع بنصة الموجود قرب القنيطرة، إضافة إلى ترميم قطاع الفوسيفيساء الموجودة داخل موقع الأتري وليلي، خصوصا بمنزل أورفي. هذا المشروع ممول من صندوق السفراء الأمريكي، حيث بلغت يعني ميزانية هذا المشروع 2 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن الاستراتيجية التي تنهجها الوزارة الوصية لتأهيل المواقع الأثرية وترميمها ورد الاعتبار إليها، بشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وجمعية إفكار للتربية على البيئة والتنمية المستدامة. في الميدان الرياضي، حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزه 13 في التصنيف الشهري الذي أصدرته الفيفا اليوم، وكرس أسود الأطلس صدارتهما الدولية للمنتخبات على الصعيد الإفريقي أمام السنغال في المركز 20. كما يواصل المنتخب الوطني ريادته على الصعيد العربي متبوعا بتونس في الرتبة 28. وعالميا، واصل بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بسط صدارته للترتيب متبوعا بمنتخب فرنسا ثم إنجلترا. ونختم من القنيطرة والأيام السينمائية السنغالية بجامعة ابن طفيل، موعد سينمائي يكرس دور الفن 7 كجسر للثقافة بين البلدين والشعبين. عبد الحميد جبران وأمين عموري. السينما فضاء للتواصل والتلاقح بين الثقافات وجسر لتوطيد العلاقات بين الشعوب والبلدان، وهذا الموعد السينمائي بمدينة القنيطرة احتفاء بالسينما السنغالية وتشبث بالانتماء الإفريقي. الفن عامة والسينما خاصة من أهم الأدوار ديالها هو ربط وتعميق وتمتين أواصر المحبة بين الشعوب. وفي اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، لما فكرنا أن ننظم أسبوع لسينما ما كانت السنغال. لماذا السنغال؟ لأنها بلد شقيق تربطنا بها روابط تاريخية، روابط دينية، سياسية واقتصادية، وأيضا حتى ثقافية. نخبة من السينمائيين المغاربة والسنغاليين أعادوا في هذا الموعد شريط صداقة عريقة ومتينة بين البلدين والشعبين، فكان التأكيد على تفرد هذه العلاقات وامتدادها على مر عقود من الزمن. السنغال والمغرب بلدان شقيقان وما يجمعهما أكثر من صداقة. نحن المختصون في مجال السينما، دورنا أن نعزز هذه العلاقات في شقها الثقافي والفني، وأن نجعل السينما نافذة للتواصل الدائم والمتجدد بين شعبين إفريقيين عاشقين للثقافة والفن. دورة السينما السنغالية نبض متجدد بلغة السينما لصداقة مغربية سنغالية تنتصر لمستقبل القارة السمراء. ختاما مشاهدينا، تذكير بأبرز محطات الخبر للنشر الرئيسية لهذا المساء. عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة بزلزال الحوز متواصلة بإقليم أزلال تحت إشراف لجنة تقنية تسهر على إعادة بناء المنازل التي تشكل خطرا على ساكنيها، مع منح تصميم مجانية للبناء ومراعاة خصوصيات المنطقة. اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تواصل الاستماع إلى مقترحات الأطراف المعنية. جلسة اليوم خصصت للاستماع لتصورات هيئات مدنية مهتمة بالشأن القانوني والحقوقي. المغرب يراهن على تنوع استثماراته في القطاعات الواعدة عبر تحسين مناخ الاستثمار، وفي سنة 2024 يرتقب تخصيص أزيد من 300 مليار درهم للاستثمار العمومي وأزيد من 500 مليار للقطاع الخاص. الموقع الأثري وليلي المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يختزل جزءا من الحضارة الرومانية بالمغرب، وحماية هذا التراث يمر عبر إنقاذ معالمه الهندسية وفي مقدمتها الفسيفساء القديمة. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، أطيب الأوقات على الأولى.